السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 15، المجالات الكهربائية، القسم واحد، قياس المجالات الكهربائية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ومفتاح النجاح في إيدك بعون الله. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيب الورقة اللي أنت جهزتها وكتبت فيها معادلات الوحدة 15 كل درس بدرسه. لنفترض أنك قمت بوضع كرة بيلسان في حقل كهربائي مقداره واتجاهه لأسفل، لذلك رسمته بهذا الشكل، وأثر عليها يعني على كرة البيلسان بقوة مقدارها هذه القوة. ما محصلة الشحنة يعني مقدارها وإشارتها التي يجب عليك وضعها على كرة البيلسان بحيث تتوقف كرة البيلسان تحت تأثير القوة الكهربائية الساكنة المؤثرة عليها وقوة الجاذبية؟ هنا مفتاح الحل، من هنا مفتاح الحل. فأنت اللي عندك يا اتجاه الحقل الكهربائي لأسفل من نص المسألة، اتجاه قوة الجاذبية لأسفل دائما أنت بتعرفه دائما لأسفل، إذا اتجاه القوة الكهربائية الساكنة سيكون لأعلى كما هو موضح في الشكل هنا، والشحنة سالبة، والشحنة اللي بدنا نحطها على كرة البيلسان سالبة، لأنه عندما بتكون الشحنة سالبة بيكون اتجاه القوة معاكس الاتجاه المجال، والقوة الكهربائية معاكسة لاتجاه القوة الجاذبية لأنه كرة البيلسان توقفت أي توازنت، يعني محصلة القوى المؤثرة على كرة البيلسان يساوي الصفر، هذه القوة الكهربائية تساوي لك يو الشحن الكهربائي في المجال الكهربائي، كيو وتساوي اف اي القوة الكهربائية على اي كابيتال اللي هي المجال الكهربائي، كيو وتساوي اف اي عندك ياها القوة الكهربائية هنا واثر عليها بقوة كهربائية هذه هي على المجال، المجال هذه قيمته وضعته بالسالب لان اتجاه المجال الى اسفل، فبتطلع الشحنة عندك سالبة، هون اكدنا انه الشحنة ايضا سالبة. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.